أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة من قناة التغيير التي نحاول من خلالها أن نسلط الضوء على أهم الأحداث خلال هذا الأسبوع. رحبوا معي بضيفي في الاستوديو الأستاذ لؤي السعيدي السياسي والقانوني، مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. قبل أن نبدأ الحوار، وسوف يكون الملف الأول حول زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد المالكي إلى واشنطن وما تبعها من لقاءات ببعض الشخصيات، واليوم سوف يلتقي بالرئيس الأمريكي. دعنا نتابع هذا التقرير من مراسلنا من واشنطن. فإلى التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في محطته قبل اللقاء الأخير مع رئيس أوباما ضمن جدول زيارته إلى واشنطن، تحدث في معهد السلام على ضرورة تفعيل العمل المشترك مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، مطالبا بعقد مؤتمر دولي في العراق لمكافحة الآفة الإرهابية، معتبرا أن العنف عاد إلى البلاد بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا. هي مسؤولية المجتمع الدولي، ما دام الإرهاب لا يعرف دينا ولا يعرف مذهبا ولا يعرف حدودا، هو كالريح التي تأخذ الرياح النتنة وتنشرها بدل الرياح الجميلة اللطيفة، تحمل الأوساخ والأتربة بدل أن تحمل الأوراد والزهور لتوزعها على العالم. القاعدة رياح تحمل أوساخ وتريد لها أن تنتشر على كل دول العالم، ونحن نريد أن نحمل أوراد تنتشر على كل شعوب العالم من أجل التعايش والمحبة والسلام. المالكي الذي أكد أنه جاء إلى واشنطن ليحصل على دعم من الإدارة الأمريكية يتضمن أسلحة ومعلومات استخباراتية ومساعدات أخرى، اصطدم بسيل من الاتهامات وجهها له عدد من أعضاء الكونغرس، متهمين إياه بالمساهمة في تزايد الانقسامات المذهبية والتفرد بالسلطة، فيما أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى إمكانية استغلال المالكي للزيارة الحالية في انتهاكات مستقبلية، وذكرت بأنه بعد زيارته إلى واشنطن في ديسمبر من عام 2011 أمر مباشرة باعتقال طارق الهاشمي نائب رئيس وعدد من العاملين معه. فالأمريكي يبحث عن دولة مؤسسات، يبحث عن دولة تؤمن بالديمقراطية لكل المواطنين فيها حقوق متساوية. مع الأسف المالكي ودولة العراق بالوقت الحاضر غير قادرين أن يقدموا هذه الخدمات للدولة، فبما أنه غير قادر على تقديم هذه الخدمات فالزيارة تعتبر فاشلة، لأنه ما يبحث عن المشرع الأمريكي أنه دولة يقودها المالكي فيها حق للعراقيين جميعا. ولم تنتهي زيارة المالكي بموقف الكونغرس وهيومن رايتس، بل كان هنالك عدد من التظاهرات المنددة له أقامها نشطاء إيرانيون أثناء تنقله بين معهد السلام والبيت الأبيض ومبنى الكونغرس. نحن نسأل العالم كله، نحن نسأل أمريكا، لماذا يقفون بجانب دكتاتور مثل المالكي؟ المالكي قتل العراقيين وقتل السوريين، المالكي قتل الإيرانيين الذين بالعراق بطلب من حكومة طهران، لقد قتلهم بالسلاح والدعم والأموال الأمريكية. على السيد أوباما عدم مساعدته بأي شيء. وازدادت مهمة المالكي صعوبة، لا سيما أن حكومة بغداد كانت تسعى لتسلم فوري لطائرات بلا طيار ومقاتلات F-16 للتصدي لمقاتلي تنظيم القاعدة الذين يحققون مكاسب في غربي البلاد، إلا أن واشنطن أكدت على موعد تسليمها لتلك الطائرات في نهاية الخريف المقبل. رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جاء إلى واشنطن ويحمل رسالة بعنوان الحرب على الإرهاب، لكن عددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي يصرون على إصلاح البيت العراقي بكل تفاصيله قبل أي تعاون عسكري جديد مع الحكومة العراقية، ليبقى لقاء أوباما بالمالكي الفرصة الأخيرة لحصد نتائج هذه الزيارة. لقناة التغيير الفضائية، مهند الفلاحي، واشنطن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وكرة ترحيبي بضيفي في الاستوديو الأستاذ لؤي السعيدي السياسي والقانوني، مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا ومرحبا. ربما يعني السيد المالكي الآن، المالكي في أمريكا التقى بكثير من الشخصيات، واليوم سوف يلتقي بالرئيس الأمريكي أوباما، ولكن
ربما أبدأ من مقاله في نيويورك تايمز عندما ذكر وقال تحت عنوان اصبروا علينا. يعني عندما نسمع رئيس عراقي بما يمر عليه بما يمر به العراق ويقول اصبروا علينا، يتصور الشخص من أن هذا الرسالة موجهة باتجاه المواطن العراقي، ولكن اصبروا علينا كانت موجهة إلى القادة الأمريكان. والله سأل سيد نوري المالكي في سفرته يبحث طبعا عن عدة أهداف أو يسعى لتحقيق عدة أهداف. أولا إيصال رسالة لأمريكا على أنه هو الآن يحارب الإرهاب وبالتالي هو حليف لأمريكا استراتيجي بجانب الاتفاقيات الموجودة. اثنين يسعى إلى الحصول على أسلحة. وثالثا والأهم هو يسعى إلى أن يفهمهم أن هو يعمل ضمن الدستور. نعم. ولذلك يعني يقول اصبروا علينا فنحن سننتصر وسنحقق ما تصبون إليه. بالمقابل هناك ردة أمريكية كبيرة من قسم كبير من أعضاء الكونغرس، يعني حديث شديد عن المالكي بأنه يعني لا يتبع الأساليب الديمقراطية، ولأنه لم يحصل تقدم في التنمية والخدمات والمشاريع الأخرى. هو ذكر أنه حصل التنمية، وذكر من أنه وصلنا إلى أمور وختم مقاله بالحديث ربما سوف نذكره بعد قليل. ولكن يعني عندما يتحدث السيد المالكي ويقول من أنه نحن نقاتل القاعدة ونحن نقاتل ليس فقط يعني في سبيل أنفسنا وإنما هو نيابة عنكم، ويشير إلى الغرب والولايات المتحدة، وهو يعني هذه العبارة شبيهة بما يقوله الحكام العرب عندما تثور عليهم الثائرة، إما نحن أو القاعدة. هي يسعى إلى الحصول على الدعم، لأن وضعه أصبح يعني مع الاحترام الكامل للظروف العامة والدولية أنه الآن وضعه مع الأكراد إقليم كردستان وضع غير سليم. على المستوى الداخلي أيضا هناك مشاكل مع 6 محافظات أو 5 أو 6 تعلن عن سقوطها، وأيضا عنده مشاكل في محافظات جنوبية. التنمية طبعا معدومة، الفساد أصبح مستشري، فلذلك يسعى للأمريكان يطلب دعمهم وصبرهم كأنه يعني يكسب رضاهم، لأنه يعني مع الأسف الشديد مفروض كما تفضلت حضرتك قبل قليل أن يتوجه بهذا الكلام إلى الشعب، إلى شعبه، أن يقول له يا أبا أصبر علينا فنحن سائرون في خطط منظمة ودقيقة ومناهج. هذا شيء ما حصل. نعم. طلب الصبر من الأمريكان حتى يعطوا فرصة أخرى وهم على أبواب انتخابات جديدة وانتهاء مرحلة والوضع متردي كما يقولون الأمريكان أنفسهم. ولذلك هدفه واضح، ادعموني. نعم. دعموني وأنا أصبر عليكم. سيد السعيدي، يعني في التقرير الذي زميلنا لاحظنا في كلمة السيد المالكي عندما تحدث في حديثه، ما زال هذا الحديث المأزوم، ذكر عبارة نتن، ذكر عبارة وسخة، وهو في حضرة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا في أمريكا يفترض أن يكون أعلى مستويات الثقافة في الخطاب، فكيف به في العراق؟ هو حتى نتحدث بصراحة بكل أسف، إحنا نأمل يعني كمواطنين أن يكون رؤساءنا وقادتنا على مستوى عالي من المعلومات والكفاءة والدراية واللغة. يعني هناك فوات كثيرة، تحدث عن المظاهرات بأنها فقاعة وقال أنها نتنة، والآن يكرر نتنة وأوساخ وما شاكلها، كلمات الحقيقة لا تقبل بالحديث العامة. نحن هناك من يتساءل يعني ما كيف سوى هذا المترجم، هناك شخصيات تسمع كيف سوى يقوم بترجمة هذا يعني مشكلة المترجم يترجمها، يعني شو يقول يعني عن الأوساخ garbage dirty، ما أعرف شو يقول stinky، الله أعلم. طيب، فلذلك المفروض كان السيد المالكي يعني يربأ بنفسه كرئيس وزراء، ورئيس وزراء عدل يعني تعرف قائد عام القوات المسلحة وصلاحيات واسعة، أن يربأ بنفسه عن هذه الهفوات. وكما حصل في موضوع حديث عن ابنه، يعني أيضا هفوة كبيرة. نعم. لا تغتفر يعني أن واحد يقول أن هناك شخص مهرب ومخرب وكذا وإرهابي في المنطقة الخضراء، تعجز القوات الأمنية والحكومية عن إحضاره ويذهب ابنه ويلزمه ويلقي القبض عليه.
لماذا لماذا نلوم المالكي؟ يعني شخص أعطي السلطة لماذا يدفعها ويمنعها؟ ولكن لماذا السؤال هو موجه للإدارة الأمريكية عندما تحدثت إحدى المتظاهرات ضد زيارة المالكي وقالت لماذا واشنطن تدعم هذا الرجل الذي يسعى إلى الدكتاتورية والذي قتل العراقيين والذي قتل السوريين أو ساهم بقتلهم؟ والله هذا يجوز من حديث يعني ولا مختصر عن السياسة الأمريكية عبر يعني بالقناة. هو اليوم هو تلاقي سياسة من هم على رأس السلطة في العراق مع السياسة الخارجية الأمريكية. طبعا أمريكا تهمها مصالحها أولا، أمن إسرائيل ثانيا، موضوع الطاقة ثالثا. نعم. فتحققت مصالحها مع أي شخص بهم، نظام دكتاتوري، العراق يقتل العراقي سوري يقتل سوري، تعلن أنها لا تقبل، تعلن أنها مع الديمقراطية، مع احترامنا طبعاً. نعم. وهناك أصوات في أمريكا حقيقة تسعى إلى يعني أن تحفظ حقوق الإنسان وأن تحفظ المنظمات الديمقراطية، بس كحكم هذا صاير. فأمريكا مثل ما طلعت هاي المتظاهرة وغيرها تنتقد أمريكا. وآخرين أمريكان سيناتورز وأعضاء كونغرس هم انتقدوا الإدارة الأمريكية. يعني عندما يطلب السيد المالكي طائرات أباتشي وطائرات مقاتلة لمقاتلة الإرهابيين، هل غاب عن الذاكرة الأمريكية قبل فترة وجيزة أشهر، 6 أشهر تقريبا، ما حصل في الحويجة؟ أقل من 6 أشهر. لا ما غاب، ما غاب، لا ما الموضوع الحويجة ولا موضوع الفلوجة ولا الموصيل ولا المداهمات المستمرة ولا موضوع معسكر ليبرتي، هم بالنسبة لهم أو معسكر أشرف، هم بالنسبة لهم هذه كما أصبر يتحدثون عنها إعلاميا، المهم أن تحقق مصالحهم. فالمالك يذهب يقول لهم يعني إحنا مستعدين للعمل المستمر ومستعدين للتعاون المستمر، ادعمونا واصبروا علينا سترون ماذا نفعل. طيب حتى يعني اخرج من الحوار حول ما قالت يعني رئيس الوزراء اصبروا علينا، ذكر في خاتمه مقاله قال اننا سائرون على طريق الديمقراطيه وعلى الرفاه، ورغم ان الشوط امامنا لا يزال طويلا فاننا نحب ان نسير على هذا الطريق والى جانبنا الولايات المتحده الامريكيه. هذا راي الرجل، يعني هو يصور نفسه. واحنا نتامل حقيقه الحكومه العراقيه، نتامل عنا وعن غيره، نتامل الى يعني ان يسير في طريق الديمقراطيه، بس الواقع يبقى بوجود يعني سخط وتذمر وتظاهر واعتصام ومشاكل إدارية، والأهم من ذاك الفساد واستحواذ على السلطة. هاي كلها إما أن يعالجها فعلا بأساليب منطقية وعلمية، وإما أن تبقى الأمور سائرة نحو الأسوأ. طيب إذن دعنا نشرك معنا في هذا الحوار الأستاذ واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات. سيد الهاشمي مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام سيد الهاشمي، هل لك أن تضعنا في كيفية في يعني فحوى هذه الزيارة، لسيما من أنه اليوم رئيس الوزراء سوف يلتقي بالرئيس الأمريكي باراك أوباما والتقى ببعض الشخصيات الأمريكية في لاحق قبل أيام، اليوم ربما هو اللقاء المرتقب، هل تعتقد من أنه أمريكا سوف تستمر في سياساتها نحو العراق، أم هناك تغير وانقلاب في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العراق؟ شكرا لك أستاذ، تحية ضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. يعني أبدأ من منطلق أكرره دائما منذ 2003 إلى الآن لكل من يدعي أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤسس ديمقراطيات في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية ليست منظمة خيرية لتغيير الأنظمة الدكتاتورية في العالم وتحويلها ديمقراطية. ما أكثر الأنظمة الدكتاتورية في العالم، الولايات المتحدة تبحث عن مصالحها في المنطقة وفي أي منطقة في العالم. العراق يمتلك من الأموال والثروات والنفط والإمكانيات والمساحة والموقع، ما جعل هذه القضية تشيل لعب الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك كانت هناك أجندة أمريكية، لكن ما حدث بمجيء الرئيس أوباما والمتغيرات والأزمة الاقتصادية وعدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الخروج من العراق، فتركت العراق بعد أن وقعت الاتفاقية التي لم تفعل إلى يومنا هذا، ورهنت على كثير من القضايا، وضع أمني يهدد البلد، ونشاهد اليوم موجات من السيارات المفخخة في كل يوم، نزول الميليشيات، صراع سياسي مرير، كل هذه الأوضاع الولايات المتحدة الأمريكية تراقب. لكن ما حدث اليوم، مبدأ القوى اللي فقدنا، عودة القوى الروسية، توافق بين الولايات
المتحدة الأمريكية وروسيا على ما يحدث في سوريا، والاعتقاد أن العراق سيكون دور مرسوم كبير في المرحلة المقبرة، حدث تقارب عراقي تركي مفاجئ بعد جفاء لأكثر من 3 سنوات. العراق ترى أن الولايات المتحدة قد يلعب دورا مع تقريب العلاقة، اليوم تقربت العلاقة بين أمريكا وإيران، وذلك العراق سيكون عامل مساهم في هذا الموضوع. لذلك هي وجهت الدعوة لخمس شخصيات عراقية، بدأت في المالكي وعلاقي نعم. ولكن المالكي ذكرت من أنه ربما يعني هذه الاتفاقية لم تجلب للعراق شيئا، ولكن المالكي الآن ذهب وكما تحدث مكتبه قال يعني في هذه الأيام تم بحث سبل تطوير العلاقات العراقية الأمريكية في جميع المجالات. لم نسمع تصريح من أنه السيد المالكي ذهب ليقول للإدارة الأمريكية أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي والمختصة بالأمن لم تكن نتائجها إيجابية على العراق. وأكيد لك أنه من ضمن الملفات اللي يتكلم بها، أولاً أخذ وزير الدفاع العراقي وأخذ عدد من السيادات الأمنية، تكلم حول قضية الاتفاقية الإطار الاستراتيجي، وسيتكلم اليوم مع الرئيس أوباما في هذا الموضوع. دفع العراق قبل يومين 650 مليون دولار صفقة F-16 قصص من أجل يحاول أن يضغط باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية والعراق أو صانع القرار في العراق. لا يمتلك من الوسائل الكبيرة للضغط على الجانب الأمريكي في قضية طلب طائرات بدون طيار، أسلحة، معدات، معلومات استخباراتية لمكافحة الإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية ستفهم الخمسة الكبار الذين سيذهبون تباعا لها أنهم أمام خيارات، أما حل الأزمة السياسية في العراق وتجاوزها، وبالتالي ستساهم في قضية حل الأمن في العراق ليأخذ دور المرتقب، أو ستكون هناك إنذار شديد لهج العراق سيتجه إلى التقسيم والحرب الطائفية. كل هذه المعطيات ستتفاعل بها الإدارة الأمريكية وستقدم هذه القضايا، وقد يكون هناك خطابا شديدا للقيادات الخمسة من قبل الجانب الأمريكي في هذا الموضوع. ولكن يعني اليوم أوباما لن يجلس ليستمع إلى السيد المالكي لساعات طويلة، يعني التقى بالعضوين البارزين في الكونغرس جون ماكين وبوب كروكر، والذي وجه انتقادات لاذعة للسيد المالكي، وذكر ايضا من انه يعني استعداد الولايات المتحدة لتقديم هذه المساعدات مقرون باشراك المكونات العراقية بشكل اوسع للحصول، يعني شرط للحصول على طائرات كما اراد السيد المالكي، وهذه الفكرة سوف تكون امام مكتب السيد اوباما قبل ان يلتقي بالرئيس الوزراء العراقي. توجيه انتقادات شديدة من 5 أو 6 من أعضاء الكونغرس إلى السيد المالكي قبل وصوله، وكان هناك حاجة إلى نائب الرئيس والرئيس بتوجيه هذه القضايا. التقى مطولا مع نائب الرئيس ومع القيادات العسكرية الأمريكية، السيد ديمسي ورئيس الأركان الأمريكي الموجود. لكن أنا أعتقد اليوم قضية الإشراك للجميع هناك مشكلة نعاني منها في هذا البلد منذ 2003 الآن. يعني أنا كمتخصص في العلم السياسي لا أقتنع بحكومة اسمها حكومة الشراكة الوطنية. يعني اليوم الجميع يحكم والجميع له مكانات والجميع له تصويت، يعني حتى في مجلس الوزراء كل ده صوت واحد. لماذا لو يصوتوا باتجاه قرارات يجب أن لا يتخذها المالكي؟ كثير من الوزراء الموجودين في المشهد السياسي من كل المكونات خذلوا كتلهم السياسية وانسحبوا من كتلهم السياسية عندما تعارضت مع المالكي في قضية الاستجواب وسحب الثقة. لذلك أنا أعتقد هذه الكرة يجب أن لا تعاد في المرحلة المقبلة. إذا استطعنا تشكيل حكومة أغلبية ومعارضة قوية في البرلمان كما يحدث في إقليم كردستان، وكتلة التغيير أكبر مثال على ذلك، ستمنع التفرج واتخاذ قرارات.